أعلنت لجنة الانتخابات التركية فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أغلو على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدرم في إعادة انتخابات بلدية اسطنبول، وأقر مرشح الحزب الحاكم بالهزيمة مقدما التهنئة لإمام أغلو. المزيد في التقرير التالي. في هزيمة ثقيلة ومدوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جاءت نتيجة إعادة انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول ليطيح الأتراك بسيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على بلدية المدينة منذ أكثر من ربع قرن، وليمنحوا أصواتهم لمرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أمام أغلو. النتيجة التي اعتبرها أغلو بداية جديدة لتركيا لم يجد أمامها مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدرم إلا الخروج وإعلان هزيمته التي تعد صفعة قوية لأردوغان الذي ضغط على اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة الاقتراع في المدينة التي كانت خزانا انتخابيا للحزب الحاكم بعد خسارة مرشحه. وينظر الكثير من المحللين إلى نتائج الانتخابات البلدية في العاصمة الاقتصادية لتركيا على أنها استفتاء على سياسات أردوغان التي أدخلت تركيا في مأزق سياسي بالنظر للوضع المتردي للحقوق والحرية فيها، فضلا عن تراجع الاقتصاد التركي وتدهور الليرة. بل ذهب آخرون للنظر إلى أن تلك الانتخابات هي بداية النهاية لفترة حكم أردوغان لتركيا، وهو من قال سابقا إن من يفوز باسطنبول يفوز بتركيا، إذ تأتي النتيجة في الوقت الذي رفع فيه أنصار أغلو سقف طموحاتهم بأن يكون بطل المعارضة الجديد لتحدي أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالبلاد. وأمام تلك التطورات في تركيا يتخوف الكثيرون من إقدام أردوغان الذي لم يتقبل الهزيمة في المرة الأولى للانتخابات البلدية باسطنبول في مارس الماضي إلى لجوئه أمام الهزيمة الثانية إلى إجراء انتخابات عامة بالبلاد قبل عام 2023، كما هو مقرر للخروج من المأزق السياسي الذي بات يعيش فيه. احتفل الآلاف في شوارع مدينة اسطنبول التركية وبعض المدن الأخرى بفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أغلو على منافسه مرشح الحزب لحزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدرم في إعادة لانتخابات بلدية اسطنبول. دوستم